اهلا باصحاب الملايكه الحلوين اللي في مرحله حضانه، ونكمل مع بعض منهج الدراسيه لمهرجان الكرازه 2019 مع الدرس الثالث ولاده احنا. يلا نبدا القصه مع بعض. وطار زقزوق لبعيد لكنه ما استحملش ووقع في الطين. ايه المكان ده وايه الاصوات دي؟ عندي صاحب احسن من مليون، يحكي حكايات لبعض طول اليوم، طيب وحنين ابدا ما يسيبنيش، بحب على طول معاه اعيش، جنون الجمال الجميل، اجدع صاحب ليا طويل، نلعب نتنطط فرحانين في الرملة أو حتى في الطين. أنا بحب النشيد ده جدا يا بيجو. أكيد علشان صوتي جميل. إيه اللي بيتحرك هناك؟ يا خبر، ده عصفور صغير. أنت اسمك إيه؟ وإيه اللي جابك هنا؟ وحكى لهم زقزوق حكايته. ياه، ده أنت طلعت حكايتك حكاية. ممكن يا جمولي تساعده يطلع من الطين وتنظفه، وانا هجيب لكم مية تنظفوا بيها جسمكم. اهلا بيك على ظهر الجمل جمول. اسف اني وسخت لك ظهرك وعطلتكم عن لعبكم. شكرا ليكم جدا، لكن انا مستغرب انكم ساعدتوني. ما ينفعش نشوف حد محتاج مساعدة ونسيبه من غير ما نساعده. اللي بيساعد غيره بيفرح، زي ما علمني جد رويس. مين جد رويس؟ رويس ده جدي الكبير، وهو اتعلم يساعد كل اللي حواليه من صاحبه رويس، ومن وقتها عيلتي الجميلة اتعلمت تعمل زي جدي. ايه اللخبطة دي؟ هو مين بالظبط اللي اسمه رويس؟ جدك ولا صاحبه؟ هحكيلك. زمان خالص كان عايش فلاح بسيط اسمه اسحاق، ومراته اسمها سارة. كانوا عايشين في قرية بسيطة بمحافظة الغربية، وكانوا بيحبوا ربنا جدا، وربوا ابنهم فيج، وعلموه انه كمان يحب الرب يسوع من كل قلبه. ولما كبر فيج كان بيساعد باباه إسحاق في الزراعة في الحقل، وكان بعد ما يخلص شغله مع باباه كان بيروح يبيع الملح لأهل القرية على جمل صغير مسميه رويس، لأن جمله كان دايما بيلاعب فريق براسه الصغيرة. وكان جده الجمل رويس صاحب فريق جدا، وكان لما فريج بينادي عليه باسمه كان بيجيله بسرعة، ولما فريج ينام من غير ما يتغطى كان بسرعة يغطيه، ولما كان يلاقي فريج اتأخر في النوم كان بيساعده ويصحيه علشان يقوم يصلي في ميعاده. فريج لما بقى عمره 20 سنة ساب بيته وسافر من بلد لبلد في مصر، وفي الصعيد كان بيكلم الناس عن الرب يسوع علشان كل الناس تعرف ربنا، وربنا خلاه يعمل معجزات كتير. ولما كانت الناس بتسأله اسمك ايه، غير اسمه وسمى نفسه رويس على اسم الجمل بتاعه علشان محدش يعرفه ويشكروه على اللي بيعمله، لكن يشكروا ربنا ويمجدوه. حقيقي الأنبا رويس جميل جدا وعنده صفات حلوة كتير. كل صفات الحلوة علشان هو ابن ربنا. وجده حكيلي قصص كتير عن ناس كان بيساعدهم الأنبا رويس، هحكي لك واحدة منهم. في يوم راحت للأنبا رويس واحدة ست غنية، عينيها كانت تعبانة بمرض شديد خالص، وطلبت منه
إنه يساعدها. الأندرويس فضل يصللها كتير خالص وهي واقفة قدامه، وحصلت المعجزة بصلاة الأندرويس وخفت عينيها، وبكده يكون عمل زي الآية اللي بتقول وأنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا، كورنثوس الثانية 1:11. عجبني جدا انه بيساعد الناس بكل حاجة يعرف يعملها حتى بصلاته. معك حق يا زقزوق، انت نسيت كمان يا جمول تحكي له على اللي عمله الأندرويس مع راعي الغنم. هحكي لك حكايته. في يوم عرف الأندرويس ان في لصوص هيسرقوا الغنم من الراعي صاحبها، فخرج بسرعة علشان ينقذه، وراح قابل الراعي ومشي بيه من شارع تاني لغاية ما وصله للمكان اللي رايح له، وبكده انقذه. الله، حكاية عيلتك دي جميلة جداً.